هذه واحد المسابقه بالشينويه، دونك قلت مع راسي اذا غنيت باللغه ديالهم نقدر يكون عندي واحد لا شونس باش نربح. و اصلا هذه الاغنيه كتعجبني بزاف حيت هي واحد اون شونسون دامور وفيها بزاف بزاف ديال المشاعر، بزاف ديال الحنان، وبغيت نوصل هادشي للبوبليك. في الاول كانت كتجيني صعيبه، ولكن دابا حاليا كنقراها، دونك لو بلوس كنقرا لو بلوس كتجيني سهله، ما بقاش كتبان لي ديك الصعوبه الكبيره لا في ليكريتور لا في الهضره. بديت كنشد راس الخيط. تيان ميمي نيسياو د تيان ميمي هاو سيانغ هوا كاي تاي تشوان فونغ لي. Je travaille avec une agence chinoise qui s'appelle Fartour. Donc je travaille toujours avec des Chinois, donc c'est pour ça. Ni wen wa ai ni yo duo shen wa ai ni yo qi fen wa de qin bu yi wa de ai bu bian yue lian dai biao wo de xin. كتقول ليه واش عاد كتسولني شحال انا كنبغيك. هي نورمالمون قالت لي انا كنبغيك كيف ما كي جوغ قد زعما قد الحجم ديال القمر في السماء كوم سا ان تروك كوم سا. تنتعاونوا مع هذه الشركه الصينيه جاوا باش يديروا ذاك البرنامج ديال الغناء اللي حقيقة معروف في الصين، معروف في العالم في كله، كل دولة تسميه، كان في أوروبا أو في الدول العربية تسميه The Voice ولا Arab Got Talent ولا هذا، في الصين تسميوه Sing China، ولأول مرة تعملوه خارج الصين، لأنه معروف في الصين تقريبا 30 سنة، وتتبعوه الملايين ديال الصينيين، أول مرة غادي يعملوه خارج الصين. واختاروا افريقيا، واللي تمثل افريقيا هو المغرب، لانه بحكم العلاقه الطيبه اللي بين المغرب والصين، السته ديال المتابعين اللي غادي ينجحوا في هذه المباراه غادي يشاركوا في الصين في المباراه الوطنيه اللي غادي تكون في الصين. يشرفني ان احضر هذا المهرجان او هذه التظاهره التي هي صينيه مغربيه. هذه التظاهرة اللي هي بمثابة The Voice أو أحلى صوت كيف يقال في كل بلدان العالم. الصين اختار المغرب كبلد أول من البلدان المسلمة والعربية والإفريقية، وهذا يشرف المغرب ويشرف كل الأصوات التي أضحت تعطي لكل العالم يعني الباع الجميل في الإبداع الفني. الذي يشرف أكثر هو أن كل هذا الشباب المغربي أصبح وأضحى يغني باللغة الصينية كأنهم صينيين. هذا أدهش كل الحضور وأدهش كل لجنة التحكيم التي أنا أتشرف أن أكون من ضمنها، ويشرف كيف قلت في الأول المغرب، ويشرف الأغنية المغربية والباع المغربي في كل مجال.